السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم مستر مايند جودو. الناس اللي دايما تسألني يا جماعة، وناس سألتني كتير على العدد، أحسن مكان نجيب منه العدد فين؟ العدد اليدوية يا جماعة أحسن مكان أهو قدامكم عند عم مصطفى. عم مصطفى اللي واقف ده يا جماعة يبيع أحسن عدة في السوق. عايز أي نوع من أنواع العدد هتلاقيها هنا. عدد نجارة، عدد حدادة، موازين مية، مفكات، أحجار الجلخ، كل المجالات فيها عدد موجودة هنا عند عم مصطفى وعند محمود. خد بالك، أهلا وسهلا بيكم في عالم العدد. قبل ما نبدأ نقول بسم الله ونصلي على رسول الله، ويلا بينا نتعرف على ده. ظرف شنين، ده ظرف شنين، ودي له أمر بطو فاتح، ماشي. مفاتيح جميع المقاسات، مفاتيح بلدي ومفاتيح مش شرشر، ماشي. مفكات انجليزي امريكي. عم مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم، نور الدنيا يا عم مصطفى. اولا متشكرين على الواجب اللي انت بتعمله مع الجمهور. الناس بتشكر فيك وبتقول الله بتدعي لك، والله دعوات بسم الله ما شاء الله. يعني الناس على التعليقات على القناه بتقول عم مصطفى عمل معانا الواجب واحنا اطفال واشترينا منه ما شاء الله، عمل معانا الصح والواجب. النهارده بنقول يا جماعه الاسعار بتتغير كل يوم، فالنهارده جاي نتعرف منك على الاسعار الجديده ان شاء الله واللي ثابت معاك. انا عارف ان انت في حاجات مثبت اسعارك ما بتغيرهاش، فان شاء الله تعرفنا كده على الاسعار. ده غصب عنك. اه طبعا اللي جديد بيبقى غصب عن الراجل يا جماعه، ودي حاجه المستوردين هم اللي بيتحكموا فيها، ماشي. جيبوا من هنا معلش عشان الحيله. اتفضل يا عم. حضرتك اللي هي الفرشة السلك دي فرش بتاعت اللحام، اي حاجه او بتنضف فيها اي صدى نظيفه. اه اي مزيله للصدى، مزيله لاي رايش، ماشي. ب 10 جنيه واحده. اه ب 10 جنيه دي يا جماعه الفرشة الخشب. معلش صوت الشوارع بعد اذنك. 10 جنيه بس الواحده. 10 جنيه تمام. اه اللي الموازين الميه دي يا عم، ده عندنا ومسطرين ده ب 40 جنيه. المسطرين بتاع المباني في اي حاجه تقيل شويه ب 40 جنيه تقيل. اه تقيل. استانلس هو بيبقى ضعيفه شويه، في خامه بيبقى ضعيف شويه. اه بيبقى اقل شويه. اه ده شوف المرونه يا جماعه، وبعدين شوف السمك بتاعه عالي قوي شويه. اه ده يا جماعه مش خفيف، ده هو في الاول بتاع السيراميك. اه دايره. اه ماشي. وده بتاع المباني. بتاع المباني والمحاره. اه وبتاع المباني. بتاع المباني والمحاره برده تقيل يا جماعه. ده محمد ده ب 40 جنيه يا عم مصطفى ان شاء الله. ده ميزان الميه ده 85 جنيه. ده ميزان بيتفتح وتقفل ومغناطيس كمان. اقول مغناطيس اهو يا جماعه، بتفتح وتقفل عشان الاطوال. بكام ده يا عم؟ ده 90. ده 90 جنيه. ده 40 سم يا جماعه، 47 سم. ده بيتباع بحوالي 125 جنيه. بيتباع بره ب 125 جنيه. ده بسعر 75 جنيه. ده الورداني، فاكر الورداني. ده الورداني. اه تمام. ده كام ده؟ 40. ده 40 سم 30 او 35. تمام. ده بكام يا عم مصطفى؟ ده ب 75. 75 جنيه يا جماعه، 75 جنيه ميزان ميه. وده حضرتك طبعا كل الحاجات دي جديده. 50 جنيه. اه ده ميزان عاده من غير مغناطيس. اه برده 45 وعدل وقايم. ده بكام؟ ب 50 جنيه. 50 ان شاء الله. 50 جنيه يا عم ماشي. ماشي. بتبقى بقى في اقفال وفي فينس بقى، الفينس زي كده. عايزين بقى الفينس اللي هي اللوكس. في ديك نظيفه اللي اسمها تشيك. دي تشيكي اساسي. ايوه نضيفه. بص تجيب الكارت بتاعها. ليها كارت موجود بس واقع منها. اه بس هي تشيكي اصلي. تشيكي اصلي. اه الورقه بتاعتها ان شاء الله ماشي نضيفه. ماشي ماشي يا عم. مشكله مشكله. بس هي بنسى يعني خامه. اهو الكارت بتاعه يا جماعه والبنسى جواه. صلب اصلي. دي 40 جنيه. ب 40 جنيه. البنس يا جماعه اللي بتتباع ب 70 جنيه ب 90 جنيه اهي عند عم مصطفى ب 40 جنيه. الناس اللي سالتني على العدد، العدد اهي يا جماعه. العدد اهي يا جماعه، في منها الشعبي وفي منها الاصلي. طبعا فيها طبعا ايه قطعها هنا بتقطع زي ما انتم شايفين السلاح ده. ماشي؟ ودي 60 جنيه بس صلب. دي لوكس يا جماعه ب 60 جنيه. خامه صلب برضه. تمام؟ يا حبيبي. اهي 60 جنيه بنسى. دي برضه غيرك ما عملهاش حاجة. دي حضرتك كبيرة 8 بوصة. دي كبيرة؟ اه ماشي. هي غالية اه بس شعبي.
شعب على قد على قد خامتها. اه ماشي دي عامله 60 جنيه بس. اه 60 جنيه معدن. المحلات دي بقى 80 بس. هي شهر. اه صراحه راح. ايوه احنا بص احنا الصراحه راح دي صلب ودي صلب. يا عم مصطفى اللي بيجي احنا بنقول له دي ايه ودي ايه. الاثنين دول صلب دي زهر. ماشي ماشي. بس وهتلاقي فرقه السعر برضو شغاله في الكهرباء في البيت شعبي يعني. ايوه اه للشغل اللي هو الخفافي شويه. دي حاجه زي كده ب 75 قويه جدا. اه $75 جنيه بنسى لوكس برضو. تمام يا عم الماشيه دي حضرتك يعني نص شعبي على جدية صغيرة ب40 جنيه. دي ب40 جنيه حلو على قد متر. 5 متر ده 5 متر. اه بيعمل 30 جنيه. اه اهو يا جماعة اصفر طبعا اللون المميز الاصفر اللون المميز اهو ما شاء الله. قول لي حضرتك عدا وصليبة كهرباء. عدا وصليبة قصدي دقاق. اه ده غالي شوية عشان دقاق. ايوه عدا وصليبة. عدا وصليبة وممكن تدق عليه. اه هو حتى معمول له كعب. 25 جنيه ده ب 25 جنيه يا جماعه. قلاب ده برضو قلاب ب 15 جنيه. اه بس هنا مكتوب عليه مكتوب الله اعلم مكتوب عليه جيرمي ميدن جيرمي. اه تمام ده طيب 15. اه 15 جنيه بس هو مكتوب. اه الله اعلم بقى ببلده. تمام على المفاتيح بقى يا عم مصطفى. الكلابات اللي بقى دي ايوه 90 جنيه ان شاء الله. كلابه كام بوصه دي؟ دي كلابه 10 بوصه. كلابه 10 بوصه دي عامله 130 جنيه مكتوب عليها ها تقليد الايه الامريكي. اه في المحلات بيستغلوا الظروف وايه بيستغلوا بالكلمتين دول. بيستغلوا الكلمتين دول حضرتك. لكن هي صيني بس محمله عندي تقيله. اه فاحنا يعني هي الجوده اعلى من اعلى من دي درجه. اه ولكن هي صيني 10 بوصه برضه صيني بس دي عامله كام؟ نعم دي عامله 130 جنيه. دي عامله 90. دي 130 ودي 90. ماشي يا استاذنا 90 و 130. الفاره دي فاره دي فاره جديده لانج بالكرتونه بتاعتها. ماشي حضرتك عامله 170 جنيه. ماشي تقليد الاستانلي دي. ها دي تقليد الاستانلي. ايوه والله العظيم. اه 170. اه في حجر مسن حلو نظيف برضو. خلف ابو بدوي. شركه خلف ابو بدوي. خلف ابو بدوي 15 جنيه حياه نظيفه وممكن 10 جنيه يكون حد ياخد شويه جمله. حجر مسن سكاكين يا جماعه. اي سلاح راجل ايه صعيدي بس ايه اسمه شو مش مكتوب عليه بس هو اسمه خلف ابو بدر. اه 15 او 15 قطاعي و10 جمله. طيب احنا جايبين اسمه على ليه ليه حضرتك. ان شاء الله ده عامل 40 جنيه طبعا قبل كده. هو اللي هو 60 اللي هو الشمال ويمين. اه حضرتك ده 70 ممكن 60 جنيه والصغير 35 19 17 19 الصغير ده 35 باك ورباط. الصغير بكام ب 40؟ الصغير ب 40 الكبير ب 60. كام يا محمود؟ 350 جنيه. 350 جنيه ده اركيد جديد جديد لانك كهرباء 350 جنيه. ماشي اركيد جديد جديد يا جماعه بالكرتونه اهو الكرتون. صنفره صنفره هزاز نفس السعر. هو دي برضه صنفره هزاز 350 جنيه الكتريك ساندر صنفره كهربائيه طبعا بتشتغل على 220 فولت. هي 180 واط. هي الواط بتاعها خفيف شويه عشان كده سعرها في المتناول يعني 350 وبعدين بيتلزق فيها الصنفره من هنا. تمام يا عم محمود. حجر بسكوت ده وروح حجر بسكوت يا شيخ 10 جنيه 8 جنيه. عشرة جنيه حتة 8 جنيه كم جنيه؟ 8 جنيه ده صيني بس محمل شوية عمي.
ما شاء الله شويه عدد يعني. بص يعني ما شاء الله. نخش بقى على المفاتيح. المفاتيح هنا. الناس اللي عايزه مفاتيح دي اشاره سيل. اشاره وقطعه كمان فيها سكينه طبيعيه اهي. ده المقص. اه مقص. وهنا دي سحب السلك. اي مقص سلك بقى تقشره عادي. ده يسحب السلك كده حضرتك. ده المقص. ده المقص 25 جنيه ممكن 20 جنيه يا جماعه. الناس اللي بتشتغل في الكهرباء بتقشر سلك بدل ما تقطعه. بدل ما تقطع ويقطع ويشد منك. لا اه قطع لك حاجه نظيفه ما شاء الله. المفاتيح دي يا عم مصطفى. نعم. مفاتيح اللي قال ب 20 و 15. ده كف ب 20 و 15. اه ده كف بتاع النقاش. اه نقاشه نظافه اي حاجه. اه برضه استانلس يا جماعه. اه ده 8 بوصه اهو. وده ب 15. ماشي بلاستيك. وده الخشب ب 15 جنيه. ده بكام يا عم مصطفى؟ ده ب 20 وده ب 15. ده ب 20 وده ب 15 جنيه. ماشي 8 بوصه برضو خشب. وده 8 بوصه بلاستيك. حاجه ممتازه. حاجه ممتازه. بكات التيست. كل ده 10 مره زي ده. علاب برضو تيست علاب اهو. ب 10 جنيه المفك يا جماعه. شكله نضيف جدا يعني. زاوية الصفرة دي يا عم مصطفى. هاتوا مسمار يا محمود زي ده. زاوية زاوية الفايلة. زاوية ب 25 و20. دي ب 25 ودي ب 20. اه دي 20 ودي 25 برضه. ده 20 سم ودي 25. هنا دي 20 سم. ب 20 جنيه. ب 20 جنيه. ودي ب 25 جنيه. دي يا محمود عندك سم. هتلاقي 25 سم برضه. ماشي؟ طبعا الحاجات دي كلها حاجات نظيفه وبتنفع في الشغل يا جماعه. الناس اللي بتحب تظبط شغلها الحاجات دي الادوات دي مهمه جدا. ان انت تظبط قايمه تظبط 45 عليها. واخد بالك تظبط عدل. حاجه ممتازه جدا بتساعدك في الشغل وخفيفه ومش بفلوس. تعتبر يعني مش بفلوس. ايه 20 جنيه؟ يعني انت لو رحت جبت اكل هتجيب اكل ب 120 جنيه. فالنهارده هتجيب زاويه وتجيب شويه حاجات ثانيه ب 100 جنيه تساعدك في الشغل. حاجه ممتازه. سلاح حركه كهرباء. سلاح حركه كهرباء. ماشي بيعمل 20 جنيه. ده كارت فيه 5 سلاح. اه. كارت ده 5 سلاح ب 20 جنيه. 20 جنيه النظيف اللي هو الطويل. النظيف الطويل. اه منه حداري. اه لا ده خشابي وفي منه حداد. في منه برضه حداد بنفس السعر برضه يا عم مصطفى. ان شاء الله ان شاء الله. تسلم يا عم مصطفى. الله يبارك لك. ان شاء الله. ده برضه حسام اللي هو النفيس. بص يا محمد فيش ب 20 جنيه. عندي مقاسات من المفتاح ده في 100 واحد جمله في سعر كذا مقاس كده. استنى عشان الكاميرا تجي لك. ماشي. ايوه يا محمود. ايوه يا محمود. انا عندي من المفتاح الناحيه اللي هو النيكل المطفي ده. اه مفتاح المطفي عندي مقاس 9 ومقاس 11 ومقاس 12 و14 و15. اه ده للجمله كميات. المفتاح في قلب بعضه عامل 12 جنيه مطفي لحد مقاس 18. من كام؟ من 9 ل 18. 9 ل 18 مطفي. مطفي اه ده عامل 12 جنيه. عامل 12 جنيه في الجمله. كميات اه كل الكميات 12 جنيه في قلب بعض. يعني انت ما بتبيعش قطاعي بس؟ لا اه جمله وقطاعي. يعني انت ممكن تبيع عادي لعيبه تجار. الله ينور عليك. اه ده مطفي من 8 من 9 18. اه بتاع من 12 جنيه. 12 جنيه المفتاح في الجملة. اه تمام. في القطاع بكام؟ في القطاع بقى كل حاجه لها سعرها. اه يعني المقاس 18 ده بعمل 25 جنيه. 25 جنيه وال 9 بس هي المفتاح المطفي ده. ده الجمله بس. اه جمله عندي شويه جمله موجودين. انت عندك كميه منه؟ عندي كميه حوالي 4000 مفتاح من 9 ل 18. من 9 ل 18 ب 12 جنيه. 12 جنيه كله في قلب بعض. بس طبعا هن ايه؟ هن مطفي. هنعد 100 حته مثلا يبقى كده. الله ينور عليك. اه تمام. بالنسبه للثاني اللي هو النيكل ده بيبدا من مفتاح 10. مفتاح 10 ده احنا عامل 15 جنيه. 15 جنيه. 15 جنيه. مفتاح 13 عامل 20 جنيه. اه يعني 24 عن 50 جنيه. ناحيتين ناحيتين. 24 عاده وشرشر. اه زي ده. ده ده يا محمود. البنطة بيضة مصدى حاجة مصطرفة. تبدأ من 3 مللي
عيل حد 10 مللي من 3 ل 10 يعني باكل 3 مللي عامل 20 جنيه ال 4 مللي عامل 25 في 10 جنط في 10 جنط بنطة على ضمانتي بنطة حاجة محترمة بكام التمر يا خالد بنطة مختومة بكام التمر يا خالد اسكت عليها يا اخي 25 جنيه في 10 الباب 4 مللي 5 مللي عامل 40 جنيه يعني اسعار حلوة يعني باذن الله بس ايه ممتاز يا جماعة الجملة لها كلام تاني احنا بنتكلم دلوقتي في الأنطاح على الردان احنا عايزين بقى نسأل على وسط ده كلام معدن أمطة ده طبعا دي للناس الحدادين والنجارين ماشي أمطة بتمسك لك أي حاجة تمام الأمطة دي كم قد إيه 80 سم عامله 130 جنيه 130 جنيه السلاح بتاعها ده صلب 130 جنيه يا جماعه الله ينور عليك يا فندم تسلم يا غالي هنا مبارد خشابي مبارد خشابي مثلثه يبدا من 10 جنيه المبرد اللي هو الصغير من 10 جنيه في بقى المربع 15 جنيه المربع ودين الفار في دين الفار وال في دين الفار مثلا ده دين الفار خشابي لا حداد ده حداد ماشي الخشاب الكبير ده عامل كام؟ ده يعمل كام؟ ده عامل 50 جنيه مبرد سكينه حاجه محترمه سكينه خشابي 50 جنيه خامته ظهر ايه؟ ده مفتاح بوجهات اهو 16 مللي لحد 21 مللي من 16 ل 21 مفتاح بوجهات مفتاح ده بكام يا عم محمود؟ بتاع المشاهد ده 40 جنيه ان شاء الله ده ب 40 جنيه يا جماعه الحاجه هنا بسم الله ما شاء الله يعني تعالى بس انت وهات يعني بص احنا مش عارفين نعرض الحاجه كلها حضرتك برضو بوجوه 21 بس ده واحد في واحد ده 2 في واحد ده 2 في واحد يعني لونه قمتان واحد ده ماسوره ماسوره في ناحيتين واحد صغير واحد كبير ناحيتين ناحيه صغيره وناحيه كبيره ده واحد في واحد وده واحد فوق ده بوجهات وده بوجهات ده 45 وده حضرتك 40 بس اللي هي محمله هي محمله اهم حاجه ايوه انت تبص على الخامه ما تبصش على شكله بس في شعبي اهو في منه برضه شعبي ده اللي عايز من ده موجود واللي عايز من ده موجود بص الشعبي شوف الخامه بقى عامله ازاي يا جماعه هنا الشعبي ده ممكن 25 جنيه بس احنا بنجيبه عشان نوريه للزبون مش عشان نبيعه بص الخامة والخامة هنا في فرق كبير قوي يا جماعه زي ما احنا شايفين ده الشعبي ايوه وده المحمل انا مشيتك عليك واقول لك ده زي ده لا ده حاجه وده حاجه تانية تمام ما تنسوش اللايك بقى للفيديو يا جماعه عشان خاطر نستمر في تنزيل الفيديوهات والاسعار الراجل بصراحه ربنا يعني معانا في كل حاجه دي مطرقه كيلو عامله 100 جنيه ب 100 جنيه بره ممكن تلاقيها ب 130 140 150 ماشي بس بيبقى ايه مع سعر حاجات هنا السكات يا جماعه حتى الكيلو بتاعها بحوالي 150 بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك المطربيطه دي 40 بتاعت الوظه ايوه ده 40 دي مطربطات هنا الوظه بتاعت سباكه ديت نص بوصه نص بوصه ده بتقلوص اللي هي النص بوصه النص بوصه الناس بتاعها ماشي دي بتركب على المكنه على بتاع اليدوي دي يدوي لها دراع ماشي بص شجر هتعمل كام دي يا عم مصطفى؟ دي بتعمل ان شاء الله 60 جنيه بتعمل 60 جنيه كام ده يا خالد؟ دي علنكات ده علنكات 12 يا محمود كان في مقص شجر فين اهو هنا بنط 14 مللي في مقص شجر هولا مقص شجر تانية فرصة حاجة ماشي دي طب بتاعت هيلتي بتاعت هيلتي 14 مللي ماشي بصوا بقى يا جماعة العدد هنا كتيرة تعالى بنفسك تعرف على المكان وان شاء الله هتاخد اللي انت عايزه كله من عند عم مصطفى هنا عم مصطفى هنا بيبيع الحاجة بأرخص أسعار في السوق الناس اللي سالتني على العدد ونشتري منين واحسن مكان ويكون ثقه الراجل ده بيقول لك تشتري ايه وما تشتريش ايه وايه الحلو وايه المش حلو وانت تختار عندك برضو الحريه في الاختيار عايز تشتري الحاجات الشعبي تشتريها بسعر رخيص عايز تشتري الحاجات اللي تساعدك في الشغل وتنجز معاك وتستحمل معاك وتعيش تشتريها برضو بسعر
اعلى شويه، الراجل ده عنده الامانه ان هو يقول لك ايه الحلو وايه اللي مش حلو. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. في حاجات تانية كتير احنا طبعا مش هنقدر نحصرها كلها، يعني احنا تعبنا الراجل معانا. طبعا هنا المنتجات الشعب بيجيبها ب 10 جنيه، دي الرولات بتاعت الدهانات ماشي، ودي برضه مفكات شعبية برضه ب 7 جنيه، هنا فرش مقاسات كل مقاس له سعره ماشي. عندك تاني برضه حاجات تانية هناك فرش، وعندك صنفرات جميع أنواع الصنفرات الدائرية والسرير برضه موجودة، المفكات برضه عالي المفكات دي اكتر من كده موجوده كمان عند عم مصطفى في سوق الخميس في المطريه شارع ترعه الاسماعيليه قدام معديه الدلتا وجنب معهد الحاجه صفيه الازهري ومسجد الحاجه صفيه، زي ما احنا شايفين المسجد اهو، وادي المعهد اهو جنب المسجد، وده عم مصطفى قدام المسجد على طول، وده محمود اللي بيتكلم في التليفون دوت. اشوفكم على خير في فيديو جديد، يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم والعرض بتاع النهارده ممتع ومفيد ليكم. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تحطوا لايك للفيديو، واللي لسه اول مره يشرفنا يشترك في القناه ويعلم على زر الجرس على الكل عشان يجيله كل فيديوهاتنا الجديده اول باول. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.